طلب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بالتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار من خلال سياسة واضحة تعمل على تفكيك منظومة الاحتكار والتهريب والمضاربة غير المشروع. ودعا اتحاد الشغل الحكومة في بيان لمكتبه التنفيذي توضيح سياسة الدولة بشأن قضية الهجرة والهجرة غير المنظمة، كما طالب الاتحاد بتوضيحات بخصوص ما اتفقت عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي إلى جانب الإسراع بتطبيق الاتفاقيات المبرمة فيما تعلق بتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع النقابة العمالية. للمزيد ينضم إلينا من تونس عضو المكتب السياسي للتيار الشعبي جمال مرس. أستاذ جمال، مرحبا بك معنا. إذن الاتحاد العام التونسي للشغل يرفع من سقف مطالبه ويطالب الحكومة بتعديل سياساتها في ما يتعلق بالكثير من القضايا التي تمس حياة الشعب التونسي. يعني كيف نفسر تصعيد المنظمة الشغيلة للهجتها مع الحكومة التونسية؟ مساء الخير، مساء النور لكم وإلى كافة مشاهدي قناة سكاي نيوز عربية. طبعا ما يطرح من استغراب أو استفهام حول هذا التصريح أو هذا البيان صدر عن اتحاد الشغل هو الزمن الذي صدر فيه، وهو تقريبا 5 أسابيع قبل الانتخابات التشريعية وتقريبا أقل من أسبوعان قبل انطلاق الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات. طبعا المسألة الاقتصادية والاجتماعية ربما يمكن أن نعود إلى بداية مسار 25 جويلية، وهناك طرح السؤال هل أن هذا المسار هو لإصلاح المسألة السياسية بالدرجة الأولى أم كذلك المسألة الاقتصادية والاجتماعية؟ في رأينا أن في البداية كان يمكن اتخاذ يعني جملة من الإصلاحات كذلك على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، باعتبار أن الوضع الاقتصادي بعد العشرية الخراب وعشرية السواد أصبح سيئا، وأن المالية العمومية في وضعية سيئة، لكن المسألة تعلقت بالمسار، المسار تعلق بالأساس بالمسألة السياسية باعتبار استرجاع مؤسسة الدولة وتغيير القانون الانتخابي والقانون تحديد الانتخابات ودستور جديد أصلا واستفتاء وغير ذلك. هذا ليمنع من أن الحكومة أو السلطة السياسية الحاكمة حاليا قد حاولت بما أمكن لها من إمكانيات أن تقاوم مسألة الاحتكار وكذلك غلاء الأسعار والارتفاع والحصار المالي المضروب على هذه السلطة من الداخل والخارج وبارونات الريع السياسي والاقتصادي التي كانت تحكم والتي ليس من مصلحتها. طيب، وأن ينجح هذا المسار أو أن تأتي في صف المعارضة لهذا المسار. اليوم اتحاد الشغل وهو يتكلم في نهاية هذا المسار وفي هذه المرحلة المتقدمة جدا المسار مثل ما ذكرت 5 أسابيع قبل الانتخابات، أعتقد أنها مسألة سياسية أكثر منها شيء آخر، باعتبار نحن لا ننكر على اتحاد الشغل دوره هو في السياسي إلى جانب المسألة الاقتصادية والاجتماعية أو إلى جانب دوره النقابي والاجتماعي، وهذا ثابت في مسار اتحاد الشغل منذ مرحلة الاستعمار مع فرحات جعشات، ثم بناء الدولة والاستقلال مع المجلس التأسيسي، ثم تجربة التعاون. ولكن أستاذ جمال، أستاذ جمال اسمح لي، هل مطلوب من الاتحاد العام التونسي للشغل أن يبقى يراقب الوضع، لا يصدر بيانات، لا يضغط على الحكومة خصوصا في أداء دورها يعني ويعني تفكيك منظومة الاحتكار وهذه المسائل المتعلقة بظاهرة ارتفاع الأسعار؟ ألا يفترض أن منظمة شغيلة تقوم بدورها مراقبة الحكومة والضغط عليها في سبيل حل كل هذه الإشكالات، لأن الوضع الاجتماعي لا يحتمل؟ طبعا نحن لا ننكر على اتحاد الشغل المنظمة منظمة الشغيلة العريقة هذا الدور، ولكن عندما يقترن هذا التصريح اليوم مع ما صرح به يوم أمس من العام هو تأجيل الانتخابات، تصبح المسألة عن بمثابة البحث عن دور سياسي للاتحاد في هذه المرحلة، استعادة الدور السياسي، وهو مثل ما ذكرت تقريبا منذ تغيب الاتحاد على الحوار الوطني المتعلق بسن الدستور والاستفتاء الوطني تقريبا يعني لم يكن له دور سياسي يذكر، ربما هو غيب نفسه لأنه رفض المشاركة في الحوار آنذاك لسبب أو لآخر، وكان متغيبا في الفترة الفارطة في الجانب السياسي في جانب الانتخابات في جانب كذا. اليوم كأني باتحاد الشغل يحاول أن هذه المنظمة العريقة، هذه المنظمة الكبيرة في على المستوى كمجموعة ضغط على مستوى الاجتماعي والاقتصادي وكذلك السياسي، طيب، تبحث عن استعادة دورها. ولكن ما ألاحظه وأؤكد عليه مرة أخرى أننا اليوم تقريبا 3 أسابيع أو قبل يعني أو 4 أسابيع قبل الانتخابات، أعتقد أن هذه الإصلاحات العميقة التي وردت في بداية اتحاد الشغل تتطلب استكمال مؤسسات الدولة، وأهم مؤسسة هو البرلمان، وهي تقريبا جملة إصلاحات تتطلب إصدار قوانين
يعني والقوانين طبعا يصدرها البرلمان. صحيح ان رئيس الجمهوريه حاليا يصدر مراسيم، اعتقد ان المجال لم يعد يسمح لاصدار مراسيم في هذا الاتجاه، ولكن اعتقد ان الاصلاح الجذري والحقيقي وتغيير منوال التنميه ومختلف هذه المطالب طيب. التي وردت في بيان الشغل تتطلب اصلاح عميق. نحن اليوم المساله نعم اسمح لي مرة أخرى، يعني هناك انتقادات يعني غموض سياسة الحكومة، تسترها على الكثير من الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي لماذا تتعامل الحكومة بسرية مع كل هذه الملفات؟ لا يفترض أن تصارح الشعب، وبالتالي دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل هنا في محلها، هناك غموض في خصوص مسألة الصندوق النقد الدولي. نحن كحزب التيار الشعبي نقول دائما أن صندوق النقد الدولي هو شر لا بد منه في هذه المرحلة، باعتبار أن كل الدول التي لجأت لصندوق النقد الدولي يعني كانت نهايتها يعني سيئة على مستوى المسار الاقتصادي وعلى مستوى التنمية وعلى مستوى الإصلاحات الاقتصادية. صندوق النقد الدولي أذكر مرة أخرى أنه رجعت إليه الدولة التونسية مع بداية العشرية السوداء سنة 2012، وأن الدولة التونسية حتى في ظل حكم بن علي قد انقطعت على علاقتها بصندوق النقد الدولي تقريبا منذ سنة 92. إذا نحن نعاني تركة ثقيلة من العشرية السوداء وديون متفاقمة مع صندوق النقد الدولي في اتجاه هذه العلاقة المفروضة اليوم على السلطة الحالية لتوفير الحد الأدنى من الميزانية العمومية والمالية العمومية لخلاص الأجور وغير ذلك واستيفاء الالتزامات مع مختلف المانحين، أننا نلتجئ لصندوق النقد الدولي. ولكن نحن نشاطر الاتحاد في هذا الجانب بأن طيب. الحكومة تصارح والسلطة السياسية الحاكمة تصارح أكثر الشعب في هذا الجانب ومختلف المنظمات الشركة معها، ولكن رئيس الجمهورية منذ يومين صرح بصورة صريحة وبصورة علنية أنه لا تفويت في المؤسسات العمومية ولا يعني وجود لرفع الدعم على مستوى الفئات الضعيفة في الواقع، ولكن الواقع يقول غير ذلك أستاذ جمال. الواقع تقريبا يقول غير ذلك. الشغل اسمح لي على المقاطعة، شكر رئيس الجمهورية على هذه النقطة. نعم، إلى أي حد فعلا الوضع في تونس قابل لانفجارات كما يحذر الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب السياسات اللا شعبية؟ هل فعلا سنكون أمام هذا الوضع أم أنه الأمر مبالغ فيه؟ وباختصار لو سمحت. المسألة طبعا فيها نوع من المبالغة، باعتبار أن لحد الآن الدولة التونسية من خلال المالية العمومية قادرة على استجابة التزاماتها في اتجاه يعني خلاص الديون الخارجية بالأساس، ولو أن فما بعض الصعوبات حتى الدولة يعني مقترضة بالبنوك الداخلية فما تأجيل الحلول لهذا الدين. كذلك مسألة خلاص الأجور، ومنذ يومين صدر بالرائد الرسمي بعض الزيادات في الوظيفة العمومية طبقا الاتفاق الحاصل مع اتحاد الشغل بين 3 و5% في زيادات في الأجور. كذلك ما المسألة أعتقد فما صعوبات مالية صحيح في إعداد ميزانية 2023، ولكن أعتقد أن الرهان الانتخابي القادم هو الأهم، وهو يجب أن تتضافر كل القوى الوطنية من اتحاد الشغل ومنظمات ترغب في رجع هذا المسار، أن تنجح الانتخابات وأن تكتسب مستعد الدولة لنتمكن من العبور إلى مرحلة جديدة تكون أكثر استقرار وأمان وتغيير منوال التنمية الاقتصادية بصورة جذرية على مستوى كامل البلاد. أشكرك جزيل الشكر أستاذ جمال مارس، اسمح لنا الوقت انقضى، عضو المكتب السياسي للتيار الشعبي، كنت معنا من تونس، شكرا لك.